السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بوتيك. في الحلقه اللي فاتت قلت لكم نختار نعمل حلقه عن السيت اب بتاعنا وعن المعدات والحاجات اللي بنستخدمها، ولا نعمل حلقه عن موضوع الفيديوهات ورا بعض ده بيعمل ايه في الشانل. فالناس كلها تقريبا اختارت موضوع السيت اب، فالنهارده ان شاء الله هنتكلم عن السيت اب والمعدات اللي احنا بنستخدمها من اول ما بدانا لحد النهارده. فكل اللي طلبوا منك النهارده ان انتوا تستريحوا وتفضوا دماغكم وتتفرجوا على الحلقه دي، وان شاء الله هتستفيدوا. الناس اللي عايزه تبدا قناه يوتيوب هتستفيد جدا من الحلقه دي. فخلينا نشوف كده قناه مستر بومتك والمسيره بتاعه مستر بومتك بدات ازاي، بما اننا قربنا على 30,000 مشترك. يعني اول حاجه، انا بدات قبل ما اظهر في الشانل اصلا، وقبل ما اطلع بشكل يعني في الشانل، انا بدات باللابتوب بتاعي اللي هو الاي 3 اللي انا لسه لحد دلوقتي ما غيرتوش. كنت شاريه بالظبط ب 3500 جنيه مصري، بالدولار مش عارف بالظبط، بس يعني 250 باين او 200 وحاجه، هو يعني 200 وشويه يعني، فمش رقم كبير وقتها. لكن دلوقتي طبعا بسبب ان في مصر يعني بسبب ان الاسعار اتضاعفت، فاللاب ده حاليا ب7 ب8 في الحدود دي، فغالي جدا جدا، مع انه اي 3 بس غالي جدا معرفش ليه يعني. بس هو بكرتين شاشه ولاب كويس جدا ولحد دلوقتي عايش معايا. فاللاب ده لو انت حابب انك تشتري لابات زي كده، فاللاب لو انت ما معكش فلوس يعني تجيب لاب اي 5 او اي 7، فاللاب ده فكره ممتاز جدا وممكن تبدا بيه. وبيعمل يعني البريمير، بيشغل بريمير 2018 وسوني فيجاس والكامتازيا والكلام ده كله بيشتغل عليه. فمش محتاج انك تبدا بلاب خرافي عشان تبدا تشانل على اليوتيوب او تعمل مونتاج. فاللاب ده كويس جدا على فكره، وسعره في المتناول يعني. يبقى انا اول حاجه بدات باللابتوب والهاند فري، وصلت تقريبا 4000 او 5000 مشترك باللابتوب والهاند فري. تخيل الموضوع كده، باللابتوب والهاند فري وصلنا ل 3000 او 4000 او يمكن 5000 كمان مشترك، تمام. وبعد كده بدات اظهر في الشانل. بصراحه لو جيت ترجع كده للوقت اللي انا ظهرت فيه في الشانل، فاتفرجوا على الحلقات دي يا جماعه. على فكره بغض النظر عن منظري يعني، كنت لسه ما اتعلمتش حاجه ولا مونتاج ولا اي حاجه، فاتفرجوا على الحلقات دي بصراحه هتعجبكم وهتضحكوا جدا، لان كان منظري مسخره. بس الفكره ان في الحلقات دي كنت بقول معلومه حلوه فعلا، كنت بستمتع جدا بتفرج عليا في الحلقات القديمه. بستمتع والله، لان بحس ان انا ايه متحمس كده وهظهر بقى في القناه ومش عارف ايه فاهمين. كان في الاول بس الموضوع كان جميل جدا بصراحه، وكل ما افتكر شكلي والحماس اللي انا كنت فيه في البدايه، طبعا لسه متحمس والله، بس يعني في البدايات هظهر بقى في الشانل وهنتكلم ونشوف الناس هتقول رد فعلي عليا وعلى المنظر. كان حلو، كان الموضوع جميل والله. عملت حلقات كتيره جدا 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 لحد ما وصلت لتقريبا قول زدت 1000 كمان 1000 مشترك، فبقينا 6000 مشترك او 7000 مشترك. ساعتها جبت اول تليفون ليا، يعني اول تليفون اقدر اصور بيه يكون بتاعي، لان نوت 3 اللي كنت بصور بيه ما كانش بتاعي. فانا صورت بعد كده بالجي 7 برايم. اي حد عايز يبدا يوتيوب، اي حد انصحه جدا ان هو يصور بالجي 7 برايم لو معاه موبايل او ما معهوش موبايل. فالجي 7 برايم من احسن الموبايلات اللي انا استخدمتها في التصوير، زائد شويه كولر كوركشن هتطلع فيديوهات خرافه بصراحه. عالمي الجي 7 برايم، عالمي. فتحت عدسه 1.8 ممتازه، فيعني اضاءه وكل حاجه تمام في الجي 7 برايم. ف اي حد حابب يبدا تصوير او يبدا يعني تصوير فيديوهات من غير كاميرا، هو الجي 7 برايم سعره ممتاز وكل حاجه فيه ممتازه. ما تروحش لاي حاجه من الشركات التانية. انا بصراحه كتجربه لكاميرات سامسونج، فكاميرات سامسونج ممتازه بغض النظر عن كاميرات ابل يعني. لان اللي حصل بعد كده والناس عارفه الموضوع ده، ان انا بعديها جالي فرصه ابطل اليوتيوب، جالي فرصه واشتريت بعديها الايفون 6 بلس، ولسه لحد دلوقتي معايا الايفون 6 بلس. ومش عايز اقول لكم عن جمال كاميرا الايفون 6 بلس، يعني الناس كلها عارفه كاميرات ابل حلوه، ولكن كاميرات ابل في الفيديوهات ممتازه فعلا، لو يعني جوده فيديوهات الوان الفيديوهات ممتازه في كاميرات ابل، يعني صعب قوي انك ايه تعدل عليها بالساعه والساعتين الالوان. لا، الوان ممتازه تعدل عليها في 5-10 دقائق بالظبط، تكون معدل الالوان كلها زي الفل. فكاميرات ابل ممتازه، فلو انت معاك سامسونج عايز تحدث لموبايل تاني مش عايز كاميرا، فكاميرات ابل ممتازه. ده اللي انا عملته يعني. وبعد كده وصلنا ل 12,000 سبسكرايب، وكل ده بصور بالموبايل. وافتكروا ان انا صورت كنت بالهاند فري واللابتوب. فبعد كده الحمد لله يعني قبضنا وظبطنا الدنيا شويه، والدنيا بدات تعلى معانا، وجبنا اول كاميرا دي اس ال ار في تاريخ الشانل، وهي ال 600 دي.
ندمت على ان جبت 600 دي شويه ندمت، لان طبعا كانت اول كاميرا وبصراحه كان معايا اصلا فلوس كان ممكن اجيب 700 وممكن كنت اجيب اعلى من كده كمان، او على الاقل كنت اجيب 650 لانها تاتش، لكن جبت 600 دي مش تاتش، فوكس فيها وحش، ولكن كاول كاميرا اتعلمت فيها تصوير، اتعلمت فيها حاجات كتير، فبصراحه عملت معايا اللي انا عايزه وزياده، فانا مبسوط جدا 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 بالاكسبيرينس بتاعت ال 600 دي، يعني كانت جميله جدا وبسيطه، كاميرا حلوه لو اي حد عايز يبدا تصوير ممكن يبدا بيها. بصراحه انا بفضلها عن ال 1200 وعن ال 1300 وعن الحاجات دي كلها، ال 600 دي وال 700 دي وال 750 الحاجات دي هتبقى احسن كتير من اي كاميرا من دول، لان شاشتهم بتتلف والدنيا دي زي الفل يعني. فانا لما كان قدامي فرصه ان احدث واجيب ال 600 دي ما استنيتش بصراحه، مع ان كان ممكن اجيب ال 700 بس ما استنيتش وجبت ال 600 دي، وده لان ربنا كان شايل لي الاحسن تمام، وكان شايل لي ان انا يعني اجيب حاجه احسن. ولكن يعني قبل ما نروح للي انا جبته، فبعد 600 دي جبت العدسه 50 مللي، بصراحه كانت ممتازه جدا جدا جدا، هي كانت ضيقه شويه ما كنتش اعرف اعمل اللي انا فيه حاليا كده، يعني انا حاليا شوف باصص نفسي على الشاشه اهو وشايف نفسي وعارف ان انا فوكس وعارف ان انا كل حاجه وبقرب وبعد والفوكس ده الفل. فال 50 مللي كان عندي ازمه في الاوضه عندي انها كانت ضيقه، فبالتالي كان صعب جدا ان انا اصور بال 50 مللي، ولكن بعد كده ربنا كرم الحمد لله واشتريت احسن كاميرا لليوتيوب 2018 و2017 و2000 من اول ما نزلت لحد دلوقتي، ودي احسن كاميرا ممكن تبدا بيها، احسن كاميرا ممكن تطور ليها، احسن كاميرا لليوتيوب حرفيا، وهي الكانون 200D الكاميرا اللي بصور بيها حاليا. بصراحه هي احسن كاميرا فعلا، انا مش قادر اقول لك على كم المميزات اللي في الكاميرا دي، كم جمال الفوكس اللي في الكاميرا دي، كم الالوان التحفه اللي بتطلع من الكاميرا دي، كل حاجه في الكاميرا دي تحفه تحفه، ما فيهاش اي مشاكل خالص خالص، ولا بتسخن ولا اي حاجه، مع ان معظم الكاميرات ما بتسخنش يعني، المهم ما فيهاش اي مشكله، مش قابل معاك اي مشكله خالص، لو عايز تصور بيها اي حاجه فوكس زي الفل، كل حاجه فيها زي الفل تمام، فمش هتقابل معاها اي مشاكل خالص الكانون 200 دي تمام، او اس ال 2 تمام. لو يعني جينا نبص على مسيرة القناة، فبدأنا بحاجات بسيطة جدا، بدأنا على واحدة واحدة يعني، الدنيا بدأت تمشي واحدة واحدة لحد ما وصلنا للحاجة حلوة. يعني انا ما جبتش 80 دي ولا 70 دي ولا 77 ولا حاجة من العالية دي ولا ال 6 دي ولا ال 5 دي، لا انا جبت 200 دي، ولكن بصراحة مكفياني جدا جدا، وكمان بنزل اصور بيها افراح وحاجات زي كده يعني كاصحابي وكده، فحلوه ممتازه جدا. ولكن للاسف المشكله الوحيده اللي مقابلاني حاليا ان انا حاليا معيش غير عدسه واحده، وهي الكيتلين 18-55، يعني كل الحلقات اللي فاتت وكل الحلقات اللي شفتها بال 200 دي كانت بال 18-55، وانا بحاول بقدر الامكان اطلع منها جوده كويسه، احاول اطلع صوره حلوه، ولكن يعني اصبروا ان شاء الله نجيب ال 17-50 او ال 50 مللي ونطلع بيها حاجات احلى. بس برضو يا جدعان الكاميرا مش كل حاجه والتصوير مش كل حاجه، رحنا بقى لمعدات الصوت. الصوت انا استخدمت في حياتي كلها ثلاث حاجات بس للصوت، اول حاجه الهاند فري كانت سامسونج عاديه جدا، تاني حاجه استخدمت مايك لو اول بقى ما بدات اظهر في القناه استخدمت مايك من سبيد لينك، اسمه والله ما فاكر اسمه، بس هو اكتب سبيد لينك نيك مايك او سبيد لينك سبيد لينك نيك مايك، ايوه هو ده تمام، اكتب بس كده، هو تقريبا ما عملوش غير المايك ده ومايك كمان، فهتلاقيه سعره 250 جنيه او 300 جنيه حاجه زي كده، فهو ده المايك اللي انا استخدمته. ولكن بعد كده البويا ام 1 غطى على كل المايكات اللي انا كنت بفكر اشتريها، وبصراحه البويا ام 1 مكفيني جدا وممتاز جدا، ولكن برضو بويا ام 1 ما هواش خرافي، يعني انت لو عايز تحدث عايز تغير البويا ام 1 في كذا حاجه. اول حاجه البويا ام 1 بيضايقني جدا لان هو ظاهر في الكادر وانا ما بحبش المايك كده، بحطه من تحت بينزل التيشيرت كده وانا ما بحبش كده برضو، فعشان كده ايه ان شاء الله يعني باذن الله مش عايز احرق لكم الموضوع، بس ان شاء الله هنغيره قريب جدا ونجيب حاجه من تتعلق على الكاميرا، ده يعني اللي في دماغي الفتره الجايه، ما اعرفش بقى هيبقى نوعه ايه، ولكن على فكره للعلمه فقط انا بحثت في الموضوع، فشركه بويا بتعمل مايكات بتتعلق على الكاميرا وحلوه جدا ورخيصه جدا، فانت برضو لو عايز تجيب حاجه زي كده ما تظهرش في الكادر فروح للمايكات دي جميله جدا تمام، وسعره تقريبا 450 او 500 جنيه وده كويس جدا على فكره، ومشكلته ان هو صغير بس حلو تمام. يبقى كده خلصنا معدات الصوت. طيب من غير معدات الاضاءه فانت تقريبا مش هتعمل اي حاجه، لا مش هتبدا اصلا، مش هتفكر انك تظهر بشكل كان هيبقى في نويز من هنا للصبح. فانا حاليا بستخدم اثنين سوفت بوكس، والله ما اعرف شركتهم ايه بس هي مكتوبه هنا، شركه صينيه مش عارفه ولا اسمها تمام، ولكن الاثنين سوفت بوكس دول كانوا موجودين عند كريم ستورز وانا اشتريتهم بالتليفون يعني ووصلوا لي لحد هنا فزي الفل.
فبصراحه حلوين جدا، عملت عنهم مراجعه قبل كده لو يعني ممكن ترجعوا تشوفوهم. ولكن الفكره ايه، ان هم الصراحه حاليا انا محتاج تطوير للسوفت بوكس، لان العدسه اللي معايا دي فعلا ضيقه ومحتاجه تطوير. ولكن لو انت معاك عدسه واسعه يعني 1.8 2.0 2.8 مش زي دي 3.5 يعني، هتلاقي ان الدنيا ظابطه معاك شويه. لكن السوفت بوكس ده كويس جدا جدا، مشكلته ان هو في لمبه واحده بس، في سوفت بوكسات فيها 3 فيها 4 سوفت بوكس في 7 حاجه زي كده يعني. فتمام، فهو بصراحه مكفيني حاليا، ولكن ان شاء الله بعد كده هيحتاج تطوير، ولكن ممتاز حاليا، حاليا هو ممتاز. فالسوفت بوكس ده انا استخدمته بقالي تقريبا من اول ما جبت ال 600 دي، من اول ما جبت ال 600 دي وانا بستخدم السوفت بوكس ده، وده ممتاز جدا بصراحه. واستخدمته ايام ال 6 بلس برده، ايام كنت بصور بيه، فبصراحه هو ممتاز جدا في كل الاوضاع. لكن قبل كده بقى في البدايه ايام النوت 3 وايام الدنيا دي وايام الجيتوفين برايم، استخدمت 2 سوفت بوكس وكنت عاملهم بايدي عادي جدا 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 مع لمبه ليد من فينوس، فالموضوع كان عادي جدا وبصراحه برده كانوا ممتازين والله العظيم، وكانوا بيطلعوا اضاءه كويسه جدا جدا جدا. تمام، فموضوع الاضاءه مهم جدا يا جماعه. طبعا يعني ما تقدرش تقول انك جايب معدات او جايب تصوير او حتى لو معاك كاميرا دي اس ال ار من غير اضاءه كويسه مش هتطلع حاجه خالص. تمام، فانت لازم يكون معاك اضاءه ممتازه. فانا يعني حاليا بحاول اطلع اضاءه كويسه وبطلع جوده كويسه من العدسه دي والسوفت بوكس ده. تمام، في النهايه انا حابب اقول بس كلمتين للناس اللي بتتابع يوتيوب، ما تهتمش بالمعدات، ما تهتمش باي حاجه، اهتم بانك تتطور لما 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 يجي لك فلوس ولما تبدا تشتغل. ما جالكش فلوس ما تصرفش من الموضوع ده من جيبك، دي نصيحه. تمام، انا ما بداتش اطور غير لما بدات اخد فلوس فعلا من الموضوع ده وبدا الموضوع يشتغل معايا، ساعتها بدات اتطور. غير كده لا، هتصرف على الفاضي وهتحس انت باحباط ان انت بتصرف من جيبك. انا بصرف من جيبي واللي انا بصرفه ده ما يعني مثلا انا واحد اهو بيصور بموبايل، بعد كده قمت استلفت فلوس ومش عارف ايه وجبت كاميرا، بدات الدنيا مش راضيه تمشي، مفيش مشاهدات برده، مفيش تطوير، مش عارف اعمل محتوى كويس، مش عارف اظبط كذا، مش عارف اعمل كذا، وبهتبدا انت تحبط. تمام، ما تقول انا صرفت واستلفت وعملت وبرده مش عارف اعمل حاجه. فبالتالي ابدا باللي معاك وابدا باللي معاك وابدا باللي معاك. تمام، وبعد كده لما ربنا يكرمك هتجيب كل حاجه. بالظبط بالظبط، الجمله دي انا ما صدقتهاش في وقت ما، ولكن انا حاليا ده دليل 100%. كل اللي انا فيه حاليا ده من الصفر، اقسم بالله من الصفر، من تحت الارض كمان. تمام، فانا بقولك بدات بالتليفون ما كانش بتاعي اصلا، فلك ان تتخيل الوضع يعني. بس كده يا جدعان، اعتبروا الحلقه دي زي ما تعتبروها يعني، اعتبروها بحمسك، بقول لك اي حاجه، فاعتبروها فضفاضه، اعتبروها اي حاجه، اعتبروها بتكلم عن المعدات. انا صراحه اتكلمت عن كل حاجه، اتكلمت لك النهارده عن من اول ما بدات الشانل مسيره مستر بونتك من البدايه للنهايه، تقريبا للنهايه دي من البدايه لحد دلوقتي يعني. فالموضوع حلو يعني، انا مش عارف الموضوع ده ممكن يبان لك تحفيز ولا لا، ممكن يبان لك ان انت واحد بدا من تحت الصفر تقريبا لحد دلوقتي، فما اعرفش الموضوع ده ممكن يبان لك ايه، بس اتمنى ان انت تكون استفدت يعني بجد، حتى لو حاجه نفسيه مش حاجه في اللي انا قلته، مش معلومه، حاجه لو حاجه حتى نفسيه، فانا هكون مبسوط جدا لو انت فعلا استفدت. ويا ريت لو استفدت تعرفني بقى انك تعمل لايك للفيديو وشير الفيديو ده يعني، لو انت استفدت، لو ما استفدتش اعمل لايك بس. تمام، بس اعمل شير الفيديو برده عشان لو انت ما استفدتش ممكن ناس تانية تستفيد، فحاول انك تحب الخير للناس تانية عشان الناس تانية تحب الخير ليك وتعمل شير ليك برده فالدنيا تمشي. بس كده، يا ريت لو كنت اول مره تشوفني تعمل سبسكرايب للشانل، وان شاء الله نوصل ل 30,000 مشترك بقى عشان الواحد زهق. وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، وان شاء الله اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.